الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير والمكثف إلى حد ما اشتقاق دالة الطلب على العمال ورأس المال في الإنتاج. يعني الآن سنتعرف على كمية العمالة أو العمال وكمية رأس المال الداخل في الإنتاج إذا كان لدينا معلومة عن دالة الإنتاج والتكاليف المراد تخفيضها أو تقليلها. وعلى بركة الله نبدأ. الآن لنفترض وجود دالة الإنتاج الآتي. هذه دالة الإنتاج Q، كمية الإنتاج تساوي ثلث في كمية العمالة للقوة ثلث في كمية رأس المال للقوة ثلثين. إذن Q تساوي 1/3 L to the power 1/3 مضروب في الكابيتال K للقوة 2/3. يعني كمية الإنتاج تساوي ثلث كمية العمالة، لكن العمالة مرفوعة أو العدد حجم العمال مرفوع للقوة ثلث ومضروب بدورها في حجم رأس المال للقوة ثلثين. هذه الآن هي صيغة كوب دوغلاس في دالة الإنتاج أو لدالة الإنتاج. صيغة كوب دوغلاس لدالة الإنتاج. نفترض كذلك أمر بأن لدينا معلومات عن معدل أجور العمل. الآن ويج اللي هو ويج ريت دبليو، هذه السميكة تساوي واحد صحيح، يعني معدل أجور العمل وحدة واحدة، ممكن يكون الأجور حقيقية. نهمل يعني وحدات الإنتاج، الفكرة يعني الأهمية بالفكرة ومفهوم والمبدأ. الآن إذا معدل الأجور يساوي واحد صحيح، W يساوي واحد صحيح، وكلفة رأس المال R تساوي 2، cost of capital R تساوي 2. تحتاج المنشأة، يعني جزء من افتراض هذه المسألة، تحتاج المنشأة إلى إنتاج Q تساوي 1200 وحدة. إذن Q تساوي 1200 وحدة من السلعة. السؤال، ما هي الكلفة الأقل least cost التي تتحملها المنشأة كي تنتج Q تساوي 1200؟ ما يعني بأننا في حاجة إلى تقليل minimize، تقليل ماذا؟ كلفة الإنتاج، إنتاج ماذا؟ Q تساوي 1200 وحدة، خضوعا للقيد بأن الكمية 1200 تساوي دالة الإنتاج ثلث في حجم العمالة القوة ثلث في حجم رأس المال القوة ثلثين. هذا الآن البيانات المتاحة أمامنا. في هذه الحالة نحتاج إلى صياغة دالة لاجرانج، لاجرانج فانكشن كما يلي. هذا الآن مينيمايز اللي هي تقليل، مينيمايز ماذا؟ الكوست، هذه سي كوست تساوي 1L معدل الأجور في حجم العمالة زائد كلفة رأس المال 2 في حجم رأس المال، خضوعا لي subject to، خضوعا لي انه كمية الانتاج Q تساوي ثلث في حجم العمالة القوة ثلث في حجم رأس المال القوة ثلثين. لاحظوا الآن هنا بس باللغة العربية مينيمايز تقليل، هذه مينيمايز ماذا؟ كلفة الإنتاج خضوعا لي، هذه subject to، هذه الآن كمية الإنتاج تساوي القيد الذي يجب أن لا تتعدى الكلفة هذه. وبالتالي لدينا قيد اللي هي كمية إنتاج تساوي 1200، والكلفة الآن C تساوي 1 في المعدل الأجور في حجم العمالة زائد كلفة رأس المال في حجم رأس المال. نتابع على بركة الله. تكون دالة لاجرانج في هذه الحالة كما يأتي. هذه دالة لاجرانج، this is يعني الحرف الإنجليزي الذي يدل على لاجرانج، تساوي دالة التكاليف التي نريد أن نقللها إلى ما أمكننا ذلك خضوعا لهذا القيد. إذن هاي الآن دالة لاجرانج، هذه دالة التكاليف، التكاليف هنا 1L زائد 2K، والآن هذا مضاعف لاجرانج، بنسميه احنا لاجرانج مولتبلاير. وهون الآن القيد الذي يجب أن لا تتعدى المنشأة قيد الإنتاج، مهم جدا. نحتاج في هذه الحالة إلى اشتقاق دالة لاجرانج ثلاث مرات، المرة الأولى بالنسبة لحجم العمال أو العمالة، المرة الثانية بالنسبة لحجم رأس المال، المرة الثالثة بالنسبة لمضاعف لاجرانج. عند هذه المرحلة كما ذكرت سنحتاج إلى اشتقاق دالة لاجرانج ثلاث مرات كما يأتي. هاي الآن مشتقة الأولى partial لاجرانج partial L تساوي، لاحظوا لي يعني اشتق يعني قمنا باشتقاق هذه بالنسبة للليبر الآن، فتذهب هذه تصبح واحد صحيح، ناقص هنا الآن داخل القوس هذه تذهب صفرا، ثلث L لاحظوا لي، لكن بما أن الإشارة سالبة إذن هنا سالبة تكون، وثلث هاي الآن الإس يصبح المعامل، وبالتالي الثلث في الثلث مضروب في L، نطرح من الإس هذا واحد صحيح، يصبح الآن L القوة سالب ثلثين،
وهذه تبقى وكأنها ثابتة كي للقوة 2/3 بنسويها بالصفر لأنه بنعمل إحنا مينيمايزيشن. إذا هاي أول معادلة قمنا باشتقاقها. المعادلة الثانية اللي هي partial Lagrange partial k، يعني قمنا بحساب المشتقة الجزئية الأولى لدالة Lagrange بالنسبة لحجم رأس المال. لاحظوا لي هنا هاي تذهب صفرا، اثنين في كي تذهب، هذه واحد صحيح، إذا تصبح يبقى لدينا اثنين ناقص لامدا. من أين ناقص لامدا؟ هذه ناقص لامدا هنا، الثلث يبقى هنا، هاي الآن الإس يصبح هو المعامل ثلثين، هذا يبقى كما هو، نطرح من الإس واحد صحيح، فبتم عندي يبقى كي للقوة سالب واحد على ثلاثة، بنسويها بالصفر لأنه بنعمل إحنا مينيمايزيشن أو تقليل. وآخر الآن اشتقاق اللي هو مشتقة هذه كلياتها بالنسبة للامدا، لاحظ هذا يصبح صفرا صفرا، هذا واحد صحيح يبقى هذا، إذا الآن بارشل لاغرانج بارشل لاندا تساوي ما داخل القوس كله 1200 سالب ثلث للقوة ال القوة 1/3 كي للقوة ثلثين تساوي صفرا. هذه هي المعادلات الآنية الثلاث التي ذكرتها. سأغير فقط شكل هنا، يعني بقول لاغرانج صب ال، لاغرانج صب كي، لاغرانج صب لاندا في الشريحة القادمة، حتى بس أقلل يعني الفضاء هنا أو المساحة اللي بستخدمها على الشاشة هنا. نكمل هاي الآن معادلات ثاني مرة كما ذكرت لكم، الآن غيرت فقط الاشتقاق partial لامدا يعني عفوا partial لاغرانج ال تساوي واحد صحيح سالب لامدا في ثلث في ثلث في ال القوة سالب ثلثين في كي القوة ثلثين تساوي صفرا. الآن partial لاغرانج بالنسبة لكي تساوي 2 ناقص لامدا في ثلث في ثلثين في ال القوة ثلث في كي القوة سالب ثلث يساوي صفرا. وأخيرا partial لامدا partial لاغرانج بالنسبة للامدا يساوي 1200 سالب ثلث في ال القوة ثلث في كي القوة ثلث يساوي صفر. لاحظوني أحبتي أن الآن لأنه الطرف الأيمن يساوي صفرا، يعني لو أني نقلت الآن كل هذا إلى اليمين وكل هذا إلى اليمين، ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أنه واحد تساوي الطرف الأيمن، هنا اثنين تساوي الطرف الأيمن. وإذا قمت بتقسيم الآن هذه الدال الاشتقاق على هذا الاشتقاق نختصر كثير من الخطوات حتى نصل بالضبط للكمية المرجوة من ال وكي. إذا نتابع بإذن الله. الآن نحتاج إلى حل معادلة أني كما الأني كما يلي. لاحظوا لي قبل قليل أرجع على الشاشة اللي قبليها هنا، هذه الآن قمت بنقل هنا طبعا تساوي صفرا، هاي يعني هاي الآن تساوي صفرا هنا، وبالتالي قمت بنقل الإشارة السالبة إلى الطرف الأيمن، وهنا الإشارة السالبة إلى الطرف الأيمن، ثم قسمت واحد يساوي الطرف الأيمن على اثنين يساوي الطرف الأيمن. هنا هذا الذي قمت به، واحد سالب هذا الطرف الأيمن على اثنين على الطرف الأيمن. الآن يعني واحد على اثنين تساوي بالحالة هاي، أصبحت الإشارة كلياتها الآن موجبة موجبة هنا عندي. لاحظوني يمكن اختصار لامدا مع لامدا، ثلث مع ثلث، ثم التفاعل يعني بنقل هذه هنا وهذه هنا. فلاحظوني الآن لامدا ذهبت مع لامدا، ثلث ذهب مع ثلث، والآن نزلت أنا سالب اللي هو ال القوة سالب ثلثين إلى المقام، من البسط إلى المقام، ثم رفعت كي للقوة سالب ثلث إلى البسط كما يلي، نحصل على ما يلي. يبقى الآن عندي نصف تساوي ثلث كي على ثلثين ال، أي أن واحد كي على ثلاثة تقسيم اثنين على اثنين ال على ثلاثة، ما يعني بأن اثنين كي تساوي اثنين ال، أي أن ال تساوي كي. إذن الكمية التي ستوظفها المنشأة من الليبر والكابيتال المتساويات بالكم، أوكي؟ الآن سنحسبها طبعاً. إذا كمية الليبر تساوي كمية العمل، طبعاً هو وحدات القياس بالساعات، وهنا ربما أشياء أخرى الله أعلم. نكمل الآن دالة الإنتاج 1200 أنتجهن بثلث، هاي الدالة الأصلية كما ذكرناها، ثلث في ال قوة ثلث في كي القوة ثلث، وتساوي الآن سأعوض عن ال مكان كي أو العكس،
فقمت الآن بدل كي وضعت مكانها ال، فإذا ثلث في ال القوة ثلث في كي القوة ثلث تساوي ثلث في ال القوة ثلث في ال مرة ثانية بدل كي هذه للقوة ثلثين. ما الذي يحدث الآن عندما تضرب الآن ال القوة ثلث بال القوة ثلثين؟ نجمع الاسس بصير عندي ثلث ال، أي أن ال تساوي 3 في 1200 وتساوي 3600. هذا يعني بأن كي تساوي 3600، معنى ذلك بأن الكلفة تساوي طبعا معدل أجور هذه الكمية 1 ضرب 3600 زائد كي معدل أجورها 2 ضرب 3600، المجموع بكون مجموع الكلفة 10800. كيف الآن نوزعها كما يلي؟ الآن لاحظوا لي هنا 1200 ناقص ثلث في 3600 للقوة ثلث اللي هي دالة الإنتاج هذه مضروبة في 3600 للقوة ثلثين يساوي صفر، وهو صحيح. بيانيا ما الذي يحدث هنا؟ كيو على المحور الأفقي ال على المحور الأفقي، كي على المحور العمودي. أقصى ما يمكن شراءه الآن، طبعا هذا البجت كونسترين، أقصى ما يمكن شراءه من كي بقسم 10800 يعني كلفة مقسم على 3600 بيطلع عندي على 2 بيطلع عندي 5400، وهنا 10800 مقسم على 1 بيكون عندي 10800. هذا أقصى ما يمكن شراءه من الليبر، أقصى ما يمكن شراءه من الكابيتال، لكن المنشأة تحتاج إلى إنتاج 1200 فستوظف 3600 وحدة ليبر و 3600 وحدة كابيتال. هنا الآن هذا الايسو كوانت هذا كما ذكر هنا نقطة التماس، وبالتالي عندي الليبر والكابيتال. هنا الآن 1200 كمية الإنتاج، كمية الليبر ستكون 3600 وكمية الكابيتال بتكون 3600. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع راجيا أن أكون قد قدمت لكم الفائدة جميعا أحبتي حيثما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى.